بجد تعبت، انا بشتغل ما عنديش وقت اعمل لاولادي اكل بيتي، وبضطر اجيب اكل من بره، وانا عارف انه مليان مواد حافظه ومش مغذي. انا بقى مش بشتغل، بس برضو تحضير الخضار فعلا بياخد وقت كتير قوي، مش بلحق اعمله مع طلبات الولاد، بضطر اكلهم اي حاجه سريعه، ودي حاجه مضايقاني بجد. انا كنت كده لغايه لما جربت فيليشس، اكل مليان خضار وبيتحضر في دقايق، وعيالي بيحبوه جدا. منتجاتنا هي الاكل الاطفال بتحبه، زي التشيكن ناجتس، البرجر، وكمان المافنز والبراونيز، ولكن بمكونات طبيعيه زي اكل البيت بالظبط، كله بدون ولا صويا ولا مواد حافظة ولا سكر ولا دقيق أبيض، وبتتحضر في دقايق. فيليشس،